يوم آخر امتحان، بعدين بدنا ناخذ الشهادات. الحين تريح شوي بعد المدرسة، بس رايحين نرجع لها، لا مفر منها ولا ذهبنا لكم. هيك هي الحياة، دراسة وشغل. اشتركت في دورة التصوير مع زملائي في المدرسة، كنا نشتغل يومين في الأسبوع، كنا نصور ونتعلم على الكاميرا، بعدها بدينا نتعلم على المونتاج على الكمبيوترات ونعمل أشياء كثيرة. في العطلة المدرسية قررت إني لازم أشتغل تجارة. ما استطعنا أن ننهي الدورة قبل ما تنتهي الدراسة، عشان هيك كان لازم أنه ننهيها في العطلة. وهان كان في مشكلة، لأنه في العطلة في ناس بتشتغل وناس ما بتشتغل، مشان هيك كانت الدورة عقبة بيننا وبين الشغل، والشغل عقبة بيننا وبين الدورة. من جهتي أنا بصراحة ما كنت بحب الدورة في المدرسة، عشان بكينا نتأخر بعد الدوام تقريبا ساعة، وكان هذا بجنني. في العطلة مر أسبوع وأنا ما كنتش أروح على الدورة عشان كنت أشتغل. بعدها تحديت نفسي وبرمجت وقتي بحيث إنه ما يأثر على شغلي. بعض الأولاد اللي كانوا معي طلعوا من الدورة وتركوها بسبب شغلهم، وظلينا ثلاثة، محمد ومحمد ومحمد. بعدها بلشنا إحنا الثلاثة نتخلى عن الدورة، اللي يجي يوم ويغيب عشرة. لكني قررت اني ألتزم بالدورة، وكان قرار نهائي. بلشت اروح واشتغل وبكيت لحالي اشتغل، لانه كل واحد منا راح لشغله. لاحظنا انه في كثير من الاولاد بيشتغلوا في اشياء كثيرة، لكن في كثير منهم بيشتغلوا في السوق على البسطات وفي الشوارع وفي المحلات وفي مطارح عامة. فقررنا عمل فيلمنا عن هذول الأطفال. كان في مخنا تساؤلات عن السبب اللي يخلي هذول الأطفال يطلعوا يشتغلوا، مثل هل أحد بيجبرهم إنهم يطلعوا يشتغلوا؟ هل ما فيش إشي ثاني يعملوه فبهروا من الملل والوحدة؟ هل هم حابين يطلعوا مصاري عشان يفرجوا حالهم إنهم كبار وإنهم بخدوش مصروف من أبوهم؟ حصل معنا بعض الأشياء وإحنا مصور. بعض الناس كانوا يسألونا إيش بتصوروا، ولقيت ولا إيش بتصوروا، بيسألونا الكاميرا للبيع. كيف الله خاتشوف الله كيف الوضع عندك؟ في ناس لما يشوفونا مصور بيحكوا إيه كعب بصور، بهربوا من قدام الكاميرا. بعض الناس بيحكوا في ايش قاعد بصور اللي حامل الكاميرا. بلشنا اول شيء بتعرف على اطفال شوي شوي عشان تكون بيننا علاقة صداقة غير علاقة الشغل. ما كنا نتصور انه الاطفال كانوا بالعدد اللي توقعناه،
بعدها صرنا نروح عندهم ونحكي معهم عن أشياء كثيرة. لابد إنه نسأل كيف بتكون العلاقة بين البائع الصغير والزبون الكبير. بعض الناس كانوا يعتقدوا إنه الأطفال ما بيفهموا وإنهم بقدر يغلبوهم بالسعر، بس الحقيقة إنهم دهشوا إنهم ما قدروا يغلبوهم. لما كنا نروح عندهم كنا نحكي معهم بعدين نقوم بتصويرهم. فكرنا انه نعمل مقابلات مع بعضهم وكنا نحدد مواعيد بيننا، بس ما يجوا على الموعد بسبب شغلهم المتنقل، فدشرنا الفكرة وابتعدنا عنها. لما كانوا يبيعوا ينادوا على الناس بتسابقوا مين بده يبيع بضاعته للناس اول شيء. هذول الولاد الصغار مين بدبرهم انهم يعملوا هالشي؟ اهلهم ام هم اللي قرروا ذلك من نفسهم؟ ما نجد اجابة واضحة منهم حول ذلك الموضوع اللي حيرنا واتعب عقولنا من التفكير. لما كنا نروح للأطفال نطلب منهم إن نصورهم، ناس كانوا يوافقوا وناس ما يوافقوا وبيحكوا لنا ما بدنا نتصور ويضلوا ماشيين. من جهتنا إحنا كنا نستغرب هذا الرد منهم. أما الأطفال اللي بيقبلوا إن نصورهم بيقولوا ما في مشكلة عندنا، هذا أمر عادي، ونبلش نصورهم وتكون الشوارع مليانة بالناس، بس بمر وقت طويل ما بمر حدا ويشتري من الطفل اللي ببيع، اللي بيتعب وهو ينادي وينادي وينادي. بعد مرور وقت على التصوير صار لازم انه نعمل مونتاج للفيلم وننهيه، لانه وقت الدورة خلص واحنا كمان لازم كل واحد فينا يرجع لشغله، وفي الاخر هذا اللي طلع معنا. We'll be right back.
Thank you.